هم دول يا باشا، هم دول اللي هاجموا العربية. انت متأكد يا استاذ مخمر؟ يا باشا انا شايفهم بعناية اللي هاكلها الدود دي، وبعدين دول كانوا اربعة. انت متأكد انهم كانوا اربعة؟ اربعة يا باشا، واحد منهم ثبتني وهددني بالسلاح، رحت واقف بالعربية وكانن، وبعدين سمعت صوت رصاص، وسمعت واحد بيقول للتاني يلا يا غنيم يلا يا غنيم. غنيم؟ ايوه يا باشا غنيم. غنيم ولا ماهر؟ غنيم كان بيزعق ويقول له يلا يا غنيم. هو انت حضرتك معاهم؟ طب اتفضل انت يا استاذ مخيمر، ولو عايزناك هنكلمك تجي لنا تاني. تمام يا باشا، بس انا كان ليا سؤال صغير بس عند حضرتك كده. اتفضل. يعني لما انتوا حضرتكم يعني عارفينهم ومعاكم صورهم، ما بتوجدوش عليهم ليه؟ مستنيين عليهم ليه؟ اتفضل يا استاذ مخيمر، اتفضل حضرتك دلوقتي، اتفضل. يا ناقصة. معلش يا فتحي، الفلوس هتأخر مرة بشوية. اشمعنى؟ يعني على العميل ما يصرف قيمة التأمين وفي نفس الوقت يطمن البضاعة كاملة. ايوه يعني هنقبض امتى؟ اسبوعين ثلاثة بالكتير. تمام، خلي الصندوق معايا لغاية ما تجيب الفلوس، وبعدين ابقى سلم واستلم. ليه؟ مش واثق فيا ولا ايه؟ ده انا واثق فيك، بس في ناس تانية انا مش واثق فيها. مالك يا فتحي؟ أول مرة أشوفك عصبي كده، هو حصل حاجة في عملية النهاردة؟ بلاش تعرف إسراك، بلاش. الله يا فتحي، أنت من إمتى بتخاب عليا يعني؟ الكلب اللي أنت رزتنا بيه اللي اسمه غنيم. ماله عمل إيه؟ فاكر نفسه داخل حرب. بعد ما خلصنا العملية قام قاتل الحرس وقام قاتل السواق، وأنت عارف إن أنا ما بحبش الدم. المهم ان العمليه تمت في السليم ورجعتوا بالمطلوب ومفيش عليكم اي حاجه. يعني ايه تمت في السليم؟ بقول لك في ثلاثه ماتوا، فاهم يعني ايه ثلاثه ماتوا؟ ما تهدى بقى يا فتحي، امسك نفسك شويه. طب فرضنا انا مسكت نفسي، تفتكر البوليس هيمسك نفسه؟ ده هيقفر علينا بايديه واسنانه لغايه ما يلاقينا، وساعتها مش هيرحمنا. في دي عندك حق. عشان كده عايزك تكن اليومين دول انت ورجالتك لحد عين البوليس ما تغفل عنها. يكون في علمك يا سراج ان غنيم مش هيعدي من تحت درسي، وهفرمه ومحدش هيقدر يحميه حتى لو انت يا سراج. ماشي يا فتحي، ماشي. اتكل انت بقى على الله دلوقتي، ولما عمولتك توصل هبقى اكلمك تسلمني الصندوق تستلم فلوسك. بس يا ريت بقى المرة الجاية كنت جديد شوية بدل الحالة اللي انت فيها دي. الحكاية بقت واضحة جدا يا فندم. احنا تأكدنا ان اللي نفذوا عملية النهاردة هما نفس التشكيل العصابي اللي نفذ حادثة البنك. ايوه بس العملية اللي فاتت كانت نظيفة مفيهاش دم. المرة دي في ثلاثة اتقتلوا. ده معناه ان هما بيصعدوا عملياتهم، وده بيمثل خطورة على الأمن العام. اسمع طارق، فهمني كويس. أنت لازم تبذل أقصى مجهود عندك عشان توصل للناس دي وتقبض عليهم. تأكد سيادتك، احنا مش هنهدى ولا نرتاح غير لما نوصل للعصابة دي ونقدمها للعدالة. دم الناس اللي اتقتلت النهارده في رقبتنا كلنا، ولازم نجيب حقهم. وانسى، مش هقبل اي اعذار خالص، فاهم؟ تمام يا فندم. اتفضل. وفتحي اتاخر زمانه جاي. طيب هناكل واحدة ولا ايه؟ بسم الله.
حرين ياكل على درسه ينفع نفسه. عشر سنين، عشر سنين في الهباب دوت، ايديا ما اتعصتش بالدم، واول عمليه للكلب ده يعص ايدينا كلها بالدم. ليه؟ 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 حلوة منك يا فتحي، حلوة. لا ملعوبة. فين فلوسي بقى؟ عايز فلوسك يا غنيم؟ آه. تعال خد عند العربية. احنا دلوقتي عندنا اكتر من خيط مهمين لازم نمشي وراهم. اهم خطين ماهر عبد التواب السيد الشهير بماهر تربو، والجدع اللي عمل عمليه النهارده ده اللي اسمه غنيم. ماهر احنا بنراقب معارفه عشان نحاول نوصل له، وغنيم ما نعرفش عنه اي حاجه، بس لو عرفنا نوصل له يبقى وصلنا للعصابه اللي قتلت الحراس التانيه، ودي مهمتنا في الفتره اللي جايه. أنا عايزكم تراجعوا وكشوف كل السوابق وكل المسجلين خطأ وكل الناس اللي خرجت من السجن في الفترة الأخيرة. كل الناس لازم نوصل لاسمه غنيم ده بأي شكل. فاهمين يا أساتذة؟ فاهمين. مالك يا بنتي متلهوجة كده ليه؟ لا أنا خلاص تعبت، بقالنا من الصبح الشغل كله ورا بعض، ما صدقت خلصت. يا سلام، ما احنا طول عمرنا بنشتغل، إيه اللي جد يعني؟ بطلي تتذاكي وتعملي نفسك نصحة عشان أحفظاكي. شكلك ناوية ترد الزيارة. يا ستي بقول لك تعبانه مرهقه عايزه ارتاح. اقطع دراعي ان ما كنتي مستعجله عشان استاذ فتحي الفارس الشهم المنقذ بتاعك. على فكره مش هقول لك حاجه تاني، وما تلومينيش بقى بعد كده. يا بنتي انت مكسوفه ليه؟ هو عيب يعني؟ ما هو جه سال عليكي، واجب برضه تروحي تسالي عليه. افكر. لا انت مفكره ومقرره كويس جدا. والنبي لما تبقي تقابليه بساليه، ما عندوش صاحب شهم كده يجي ينقذنا انا كمان؟ اه يا اختي نروح مع بعض ونسلي بعض. والله انت مصيبه وملكيش حل. باي باي يا رايقه. باي. يا رب وعدني، وعدني بقى يا ربي. هقولك ايه بس يا حنان، ده هما خمس دقايق بالعدد اللي قعدهم عند الدكتور، بعدها جاله تليفون وقام وجري، حتى ما خدنيش يوصلني، سابني اخد تاكسي. معلش يا ستي يمكن جاله شغل مهم وطلبوه في المديريه. المهم يا ستي ان هو جه معاكي اساسا للدكتور. انا حاسه ان زياره الدكتور دي زي قلتها. طارق هيفضل طول عمره زي ما هو، عمره ما هيتغير ابدا، مفيش حاجه في دماغه ابدا غير الشغل. تصوري ده كان المفروض يروح لبابا، ما راحش ولا اعتذر. ما تتصوريش بابا شايط ازاي. يا ستي الرجاله كلها كده، اهو عندك الاستاذ معتز بيمشي من صباحيه ربنا ما بيرجعش الا الفجريه، ولما اجي اساله ايه اللي اخرك يبتسم ويقول لي الشغل يا حبيبتي. اهو على الاقل جوزك بيبتسم لك، لكن طارق على طول مهموم وجوزه شبرين لقدام. يا نورهان استهدي بالله كده، ولما يرجع بالليل يفهم منه على رواقه هو ايه اللي خلاه يمشي ويسيب الدكتور. رواقه؟
هو انا عمري ابدا ما اعرف اتكلم مع طارق على رواقه، ده على طول شايط ومتعصب وعنده قضايا، غير انه بيرجع دايما متاخر. نهايته لما اشوف كده النهارده، على الاقل ما يرجعش وش الفجر عشان اقدر افهم منه ايه اللي حصل مع الدكتور. حاضر، افهم منه بس وابلغك بكره ان شاء الله. مع السلامه حبيبتي، انا تعبتك معايا قوي يا حنان. باي باي. بقول لك يا فتحي، احنا هنعمل ايه مع الواد اللي اسمه غنيم ده؟ مش عارف، بس مش هيعدي بيها. انا قلت من الاول ده ما كانش المفروض يكون معانا اصلا. مساء الخير، ازيكم؟ ازيك يا فتحي، عامل ايه؟ طيب يا فتحي، احنا هنسيبك دلوقتي وبكره هنعدي عليك بالليل. يلا يا اكرم، فرصه سعيده. انا اسف. اشوفك بكره يا فتحي. شيل شهادة. صحابك دول يا فتحي؟ مالك يا فتحي؟ شكلك متغير، في حاجه مضايقك؟ مفيش. مالك يا عم بتقولها كده ليه؟ أنا غلطانة يعني إني بسأل عليك؟ أنت اللي جابك هنا؟ أنت مش قلت إن أنت مش هتيجي هنا تاني؟ ما هو من الواضح إن أنت ما تعرفش ستات كويس. الستات دول ما لهمش كلمة، كل ساعة برأي وكل ساعة بحال. عشان كده عمري ما حبيتهم ولا حبيت أفهمهم. ياه، ده أنت شايل من هنا قوي على كده. المهم سيبك من الكلام ده، قول لي بقى انت شغال على ايه دلوقتي؟ تسألي ليه؟ مش قصدي يعني دردشه، يعني ما بحبش ادردش عن شغلي مع حد غريب. انا اسفه، ما كانش قصدي يعني انا اتدخل في شغلك. من الواضح ان انت مودك مش كويس وعايز تتخانق مع دبان وشك. انا هقدر حالتك وهمشي دلوقتي قبل ما تضطريني انا ازعل منك. ولو الحالة اللي انت فيها دي طولت حبتين، انت عارف مكاني فين. يعني لو حبيت انك تفضفض شوية. يعني اسمع. طارق، يا ترى فايق وهقدر اتكلم معاك كلمتين ولا هتقولي تعبان ومش قادر زي عوايدك؟ نور هم من فضلك، النهارده بالذات انا مش مستحمل اي حاجه.
يا أخي ارحم نفسك وارحمنا معاك. أنت كل حياتك شغل 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 شغل، ولما بترجع ترجع متأخر، وكمان مش طايق حد يكلمك. عايزة يا منى؟ عايزة أفهم أنت كنت فين لحد دلوقتي؟ هكون فين يا؟ كنت في الشغل. شغل إيه اللي يخليك ما تقعدش حتى مع الدكتور ولو خمس دقايق؟ وكمان ما تروحش معاد بابا؟ شغل يا نورهان، شغل. الله، قولي لي سهى عاملة إيه؟ أحسن؟ لا طبعا مش أحسن، مش أحسن خالص. من ساعة ما رجعت من المدرسة وهي حبسة نفسها في أوضتها ورافضة تكلم أي حد. حرام عليك، أنا عايز أفهم آخرتها إيه يا طارق؟ النهاردة في تلاتة اتقتل، تلاتة حراس أمن اتضربوا بالنار وجثثهم كان في وسط الشارع. المفروض أعمل إيه؟ أسيبهم مرميين في وسط الشارع وأروح أقعد مع الدكتور بتاعك أشوف عايز يتكلم في إيه؟ وبعد كده أطلع للسيد الوالد أشوف هو كمان عايز إيه؟ لو كل ظابط عمل اللي انت بتقوليه ده وكبر دماغه ما شافش شغله، البلد هتبقى فوضى. عايزاها تبقى فوضى؟